طيب رجوعا للبرنامج يا جماعه، احنا دلوقتي عندنا ايه؟ احنا دلوقتي فتحنا البرنامج وانشانا مكتبه فاضيه. المكتبه الفاضيه اللي احنا انشاناها دلوقتي داخل البرنامج لازم يدخل ليها هنا citations عشان نقدر بعد كده نستخدمهم على الوورد. لو انا ما عنديش citations هنا مش هقدر اكتب باستخدام الاند نوت في الوورد. طب ازاي ادخل citations هنا؟ في طرق كتيره، هنمر مع بعض على 5 طرق منها، مش هنخلصهم كلهم النهارده او في الجلسه دي يعني او في الفيديو ده، انما هناخد بعضهم دلوقتي مع بعض ثم نكمل مع بعض في جلسه ثانيه وفيديو ثاني. اللي بيحصل بقى عشان ادخل السيتيشنز بتاعتي جوه الاند نوت، شرط مهم ان انا اكون عارف اكتر من طريقه عشان يبقى عمليه ادخال السيتيشنز جوه الاند نوت سهله. لان كتير من الزملاء بيتصور ان انا عشان استخدم الاند نوت لازم ابدا بمكتبه كامله مكتمله فيها كل اللي انا عايزه وبعد كده انتقل للوورد ان انا اكتب. لا، مش الحكايه، مش كده الحكايه، ان انا بشتغل في الاثنين مع بعض، بملى الاند نوت واسحب منه على الوورد وبالتالي المكتبه بتاعتي وملف الوورد الاثنين بيكبروا مع بعض. فكل الريفرنس بحتاجه على الوورد بضيفه في الاند نوت ثم اسحبه على الوورد وهكذا. فبالتالي الحكايه دي بتستدعي ان انا يبقى عندي سرعه وسهوله في ادخال السيتيشنز الى الاند نوت عشان اضمن دايما ان العمليه دي بتتم بشكل سريع من غير مشاكل، وبالتالي ده بيخلي سرعتي احسن في استخدام الاند نوت. طيب اول طريقه هنستخدمها مع بعض هتكون أسوأ طريقه وابطا طريقه واكثر طريقه ممله، ثم نتقدم مع بعض كل مره في طريقه سهله. تيجي واحد يقول لي طب ليه ما ناخدش الطريقه السهله مع بعض على طول؟ لان مش كل الطرق هتنفعك كل مره، كل مره هتحتاج طريقه معينه. فهناخد اول طريقه هي أسوأ طريقه او اكتر طريقه ممله، هي انك انت تدخل بايديك، انك تقعد تعمل تايبنج. طب امتى اعمل تايبنج وامتى ادخل بايديا؟ ادخل بايديا واعمل تايبنج في حاله ان انا عندي ملف ورقي، يعني عندي هارد كوبي من ريفرنس، والهارد كوبي ده انا متاكد انه مش موجود اونلاين. زي ايه مثلا؟ زي اني بدخل رسالتي، بدخل رساله حد من زمايلي، كتاب قديم جدا، او رساله المشرف بتاعي. كل الحاجات دي ممكن ما تكونش موجوده اونلاين. طب ازاي ندخلها؟ هنشوف مع بعض دلوقتي وبعد كده نتناقش اذا كان في اسئله. اول طريقه ان انا ادوس على الفايل نيو ريفرنس اللي هي الايقونه دي. الايقونه دي شكلها مختلف حاجه بسيطه في الاكس 8 اللي هو انا بستخدمه دلوقتي. لو انت بتستخدم اكس 7 هتلاقي الايقونه دي في نفس المكان بس يمكن شكلها مختلف شويه. هي عباره عن فايل وتحتها علامه بلس، والاختصار بتاعها كنترول وان لو انت عايز تستخدم الكيبورد. طيب لو انا دوست على الايقونه دي كليك واحد، اول ما تدوس على الايقونه دي كليك واحد كده هتلاقي طلعت لك، خلينا مجازا كده نسميها استماره فاضيه. الاستماره الفاضيه دي بحط فيها البيانات بتاعه الوثيقه اللي انا عايز اعمل لها سايتيشن. بس قبل ما تتسرع وتحط البيانات لازم الاول تراجع الريفرنس تايب. الريفرنس تايب اللي هو نوع الريفرنس. طبعا البيانات دي بتتغير كل ما غيرنا نوع الريفرنس. يعني ايه؟ هي مظبوطه دلوقتي على جورنال ارتكل بحكم انه اكتر واشهر انواع الريفرنسز اللي احنا بنستخدمها، فهلاقي مثلا هنا في الجورنال نيم في الفوليوم. لكن لو انا غيرت الريفرنس تايب هلاحظ ايه بقى؟ بص حضراتكم، لو انا هروح مثلا لبوك، وخد بال حضرتك انك مش لازم تخلط ما بين البوك والبوك سكشن، ده تايب وده تايب تاني خالص. فهروح لبوك، بص ايه اللي حصل؟ اتغيرت البيانات اللي موجوده في الاستماره. وبالتالي لازم كل مره تتاكد انك اخترت التايب مظبوط قبل ما تبدا تشتغل. طيب لو انا اخترت التايب بوك عايز ادخل البيانات بتاعتي اعمل ايه؟ بكل بساطه تقف في كل فيلد او حقل مقابل للبيانات وتبتدي تكتب فيه. في سؤال بيشغل بعض اللي بيسمعوني دلوقتي، بيقول هل انا لازم استخدم اللغه الانجليزيه او الحروف اللاتينيه وانا بستخدم الاند نوت، ولا ممكن استخدم اللغه العربيه؟ الاجابه القطعيه ايوه، ينفع تكتب اي لغه طول ما انت تقدر تكتبها على الكيبورد. وبالتالي خلينا ناخد مثال صغير. لو انا حبيت احط
باللغة العربية، فهكتب مثلا محمد جمعة، ده اسم الاوثر. طب لو عندي اوثر تاني انا عايز ادخله، ممكن ادوس انتر وادخل الاوثر التاني، هدير علي. طيب السنة دي مجرد امثلة يا جماعة، السنة هحط 2020. طب الناس دول عملوا كتاب اسمه ايه في سنة 2020؟ تعلم الكتابة العلمية. طيب السيريس اديتور، لو انا عندي محرر للسلسلة بحط الاسم، طب لو ما عنديش اي حاجة مش موجودة بسيبها فاضي. طب السيريس تايتل، مفيش سيريس تايتل. طب البليس بابلشت، لازم البليس بابلشت يبقى اسم مدينة، ما ينفعش ابدا يكون اسم محافظة، فممكن اكتب الاسكندرية، ممكن اكتب القاهرة لانها مدينة ومحافظة نفس الوقت. لكن مثلا تقدر تكتب المنصورة ما تقدرش تكتب الدهلية، تقدر تكتب دمنهور ما تقدرش تكتب البحيرة وهكذا، فهكتب القاهرة. طب الببلشر احط اسم النشر، هقول مثلا دار المعارف المصرية. طيب الفوليوم، لو هو في سلسلة في فوليومز هحط رقم الفوليوم، ممكن يبقى رقم واحد، نمبر اوف فوليومز، لو هما اكتر من واحد هحط مثلا الفوليومز. طب السيريس فوليوم لو موجوده هحطها، ما فيش خلاص. النمبر اوف بيجز هي عدد صفحات الكتاب كله، فنفترض ان الكتاب ده 215 صفحه، يبقى هكتب 215 في الخانه دي. انما خانه بيجز هنا بتمثل حاجه ثانيه، بتمثل الصفحات اللي انت نقلت منها. هنا انا بحط سايتيشن جوه الاند نوت، وبالتالي ممكن استخدم نفس السايتيشن دي اكتر من مره من اكتر من مكان، فبسيب البيجز دي فاضيه وانا بحددها بعد كده وانا بعمل سايتيشن. انما لو انا بستخدم كتاب مثلا لمعادله لنظريه لحاجه، انا متاكد ان كل مره بستخدم الكتاب ده بستخدمه عشان شيء محدد فيه، ممكن احطها دي بشكل مبدئي واسيبها تتحط بشكل آلي، وانا يبقى عندي برضو حق ان انا اغيرها لو حبيت. طب الاديتور المحرر بتاع الكتاب هحطه. طيب الاديشن واحد، الديت، الديت بيبقى شهر وحروف مايو. طيب التايب اوف ورك كتاب، ممكن تحط بقى روايه، ممكن تحط حسب نوع الكتاب نفسه. الترانسليتور لو هو مترجم بيتحط الاسم هنا، الشورت تايتل لو هو لقط شورت تايتل، بعد كده الاي اس بي ان اللي هو رقم التعريف الدولي او الانترناشونال سيريال بوك نمبر، والدي او اي ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير بيتحط هنا. الحاجات دي يمكن قدام شويه ممكن ناخدهم بشيء من التفصيل، وهكذا الاوريجينال بابليكيشن وهكذا كل. طب نفترض ان انا ما عنديش حاجه ثانيه اضيفها، لو انت ما عندكش حاجه ثانيه تضيفها او اكتفيت بالمعلومات اللي انت ضفتها، ممكن تقفل من هنا من الاكس الحمراء. بس تاخد بالك من حاجه، لو في بيان انت سايبه فاضي وهو مطلوب يظهر في البيبليوغرافي او في السيتيشن وانت ما حطيتوش، ده هيؤدي ان البيانات بتاعتك يبقى فيها مشكله. فمن فضلك تاكد انك مش تحط اللي انت عايز تحطه، بالذات لما بتدخل مانوال انتري، انت تحط كل اللي تقدر تحطه او كل المتاح تحت ايديك، حتى لو مش محتاجه حالا ممكن بعد كده ده يمكنك انك تستخدم انواع متعدده من الستايلز ما كنتش هتقدر تستخدمها لو البيانات دي مش متوفره. وكل البيانات دي بعد كده ممكن تستخدمها، حتى الابستراكت ممكن تحطه هنا، الكي ووردز وهكذا. فهنفترض ان دي البيانات المتاحه عندي وده اللي انا اقدر احطه دلوقتي، هدوس على الاكس الحمراء دي، هلاقي عندي ظهرت رساله بتقول لي Do you want to save the changes you made to the reference؟ هقول له يس. خلاص بقى عندي هنا ريكورد جوه اللايبرري بتاعتي، وعلى الناحيه اليمين بيظهر لي الريفرنس. الريفرنس دي البيانات اللي انا لسه مدخلها من دلوقتي عشان لو انت عايز تعدلها، وجنبها البريفيو. لو دوست البريفيو بيقول لي ازاي الريفرنس ده هيظهر، زي ما انتم شايفين كده اختصر بقى محمد جمعه، بقى جمعه ميم، وادير علي بقت علي هي، وحط الاسم ايتاليك وهكذا، ده طبقا لتعليمات الستايل اللي ظاهر عندي في الخانه دي. فلو انا غيرت الستايل من الخانه دي، لو خليته مثلا فانكوفر، هلاحظ ان هنا بيتغير الشكل مع تغير الستايل اهو زي ما حضراتكم شايفين. دي كانت نبذه صغيره عن ازاي ان انا ادخل ريفرنس جوه الاند نوت بان انا اعمله مانوال انتري، اللي هي الطريقه الاولى